الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في كتاب الصلاة، البحث الذي عقده المصنف في بقية الصلوات، والذي بدأ في عدد من المحاضرات في صلاة الجمعة، قد وصل إلى بعض الجوانب التي هي الشروط في انعقاد صلاة الجمعة، وبدأ الحديث تباعا في بيان تلك الشروط، ومنها الاجتماع. وذكرنا بأن الاجتماع يشتمل على أو يشمل أمرين أو شرطين كما عبر الشارح، أحدهما العدد اعتباري، عليكم السلام ورحمة الله، باعتبار أن العدد قد وقع الكلام فيه بين أقل وأكثر، والآخر هو ماذا؟ هو الجماعة. وبما أن العدد قد وقعت فيه توصيفات، فصار العدد ليس مطلوبا مطلقا، وإنما مطلوب إذا كان قد توفر فيه شرط خاص في الحاضرين، باعتبار أن الحاضرين لا بد أن يكونوا ذكورا، ولا بد أن يكونوا أحرارا ومكلفين وسالمين ومقيمين وغير بعيدين بعدا مسقطا كما هو، وليسوا بمرضى، وهكذا كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. والأمر الثاني الذي عبر عنه بالشرط الثاني، وهو الجماعة، باعتبار أن هذه الصلاة وإن كانت بديلة عن صلاة يومية، والصلاة اليومية وإن كان يستحب فيها كما يقال استحبابا من أجل زيادة الكمال أن تصلى جماعة، إلا أن هذا ليس كما يقال عنصر مقوم في امتثال الأمر الذي ورد في الصلاة اليومية، فإن الصلاة اليومية مطلوبة مطلقا وليست مطلوبة بكيفية خاصة. نعم، الكيفيات الخاصة كالجماعة وما شاكل ذلك، والصلاة مثلا في مكان معين، هذه كيفيات خاصة ليست عناصر مقومة، إلا أنها يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في زيادة أثرها الأخرى. هذا في حد نفسه أمر مشترك بين جميع الصلوات الواجبة التي يمكن أن يصليها الإنسان. ونعم، ولعله يكون أيضا أحيانا يعني بعض هذه الأمور أي أمرا مشتركا حتى في القضايا المستحبة، يعني ما عدا الجماعة. ولكن في صلاة الجمعة الأمر مختلف، إن صلاة الجمعة إنما جعل الشرط فيها عددا معينا، باعتبار أن هؤلاء المعدودين الذين ربما كانوا خمسة وربما كانوا سبعة، هؤلاء المعدودين لم يراد يعني من اجتماعهم أن يكونوا متواجدين في مكان ما، وإنما يراد من ذلك أن يكون لاجتماعهم ارتباطا فيما بينهم، وإلا يمكن أن يجتمع خمسة أشخاص فيصلوا كل على حدة. وإنما المطلوب ماذا؟ المطلوب كما أشارت إلى ذلك الروايات، إذا اجتمع خمسة فوأمهم بعضهم، لأنه بالنتيجة الائتمام لابد أن يكون من هؤلاء الخمسة الذين أشير إليهم كشرط كما ذكر ذلك. هذا الأمر يعني أن صلاة الجمعة ليست مطلوبة مطلقا، وإنما مطلوبة بكيفية خاصة. وصحيح أنها بديلة عن صلاة الظهر، وصلاة الظهر مطلوبيتها ليست لها عنصر مقوم هو الجماعة، وإن كان هو عنصر مؤثر إيجابي، ولكنها بالنتيجة يمكن أن تصح مع عدم الجماعة. أما بالنسبة إلى صلاة الجمعة فهي صلاة بديلة عن صلاة أخرى، فيها من حيث الامتثال وسع أوسع، وسع أكبر، ولكنها إذا أريد لها أن تكون بدلا فلا بد أن كما يقال أن تصلى كما وردت،
وقد ورد فيها أنها تصلى جماعة ولا تصلى ماذا؟ ولا تصلى فرادى. وعلى هذا بما أن الجماعة شرط وجزء مقوم من حقيقة صلاة الجمعة، فإذا صلاها الإنسان كما يقال فرادى فهي لا تصح أساسا، لأنها كما يقال يعني كأنها ما هي صلاة الجمعة عندما شرعت؟ شرعت ماذا؟ شرعت على أساس يعني على أساس الاجتماع. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر الذي أشار إليه أيضا الشارح أن هذه القضية التي أشير إليها تحت عنوان الاجتماع وفرعها الشارح إلى أمرين جعلهما شرطين وأشار إليهما بصورة مستقلة، يعني بكل واحد منهما أشار إليه بصورة مستقلة عن الآخر، وإن كانت يعني الأدلة التي دلت على هذا وعلى ذاك ربما كانت أدلة واحدة، إلا أن هذه الأمور يعني هذه الشروط أو هذين الشرطين المراد منهما ليس أن يكونا موجودين إلى نهاية العمل العبادي، وإنما هما شرط في الابتداء، باعتبار أن قضية الاستدامة هذه ليست ماذا؟ ليست عنصر مقوم، إنما الشرط هذا الشرط هو الابتداء. فلو فرضنا أن هناك ماذا؟ أن هناك حالة اجتماع وقد حصلت هذه حالة الاجتماع، فالشرط الذي يطلب تحققه هو متى؟ هو في ابتداء حالة الصلاة عليكم السلام، وليس المقصود من ذلك أن يبقى اجتماع هؤلاء مستمرا إلى نهاية ماذا؟ إلى نهاية العمل المذكور. بالنتيجة يمكن ماذا؟ يمكن أن تصح هذه الصلاة لأنه ماذا؟ لأنه هذه الصلاة ليست مشروطة ماذا؟ ليست مشروطة بأن يكون الأمر هذا حاصلا من البداية إلى نهاية العمل. وقد أشارت الروايات إلى هذين الشرطين، يعني إلى تفصيل هذين الشرطين، كما أشارت إلى ذلك يعني صورة واضحة في الروايات التي قرأنا بعضها، باعتبار أنها صلاة كما يقال واحدة فرضها الله جماعة وهي صلاة الجمعة، فرضها جماعة يعني باعتبار هذه الخصوصية. هنا لعله يوجد يعني عنصر آخر ربما لم يشر إليه هنا في هذه القضية، ولكنه عنصر لعله من العناصر التي تحقق الهيئة والتي تحقق كما يقال العلقة، باعتبار أن الصلاة التي تصلى جماعة حقيقة صلاة الجماعة عندما تصلى هل هي صلاة اللاعب يعني الدور الأساسي فيها هو من يؤدي دور الإمام أو الذي يؤدي دور المأموم، باعتبار أن الجماعة هذه يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون يعني مشروطة بنية أحد الطرفين، ومن المعلوم أن صلاة الجماعة مشروطة بنية المأموم لا بنية الإمام، لأنه بالنتيجة الذي يحدث العلقة والرابط بين الطرفين هو المأموم لا الإمام، لأن الإمام حتى وإن كان يعلم بأنه يصلي بالناس جماعة إلا أن الذي يحدث العلقة ليس هو، إنما يحدث العلقة من؟ إنما يحدث العلقة المأموم. فبالنتيجة يمكن ماذا؟ يمكن أن نقول بأنه لو حصلت في صلاة الجماعة حالة إخلال فإن الإخلال يقدر بقدره، لأنه صلاة الجماعة عندما يقال بأنها تحدث فعلى أقل تقدير يمكن أن تكون هذه الصلاة حاصلة ولو بنية شخص واحد، لا يحتاج إمام الجماعة أو لا تحتاج صلاة الجماعة أن تصح إلا بنية شخص واحد، لأن صلاة الجماعة يمكن أن تتحقق حتى ولو نوى شخص واحد الائتمام ماذا؟ الائتمام بشخص هذا يكفي. أما هنا
في هذه الصلاة. فبما أن العدد الذي جعل شرطا في انعقاد صلاة الجماعة صلاة الجمعة صحيحة هو هذا العدد المعتبر، فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يتحقق الشرط الرابط بين هؤلاء الأفراد جميعا من قبل الجميع، باعتبار أن التواجد كما قلنا التواجد في هذا المكان ليس المقصود صرف التواجد، وإنما المقصود من هذا التواجد أن يكون تواجدا من أجل إيداد العلقة بين هؤلاء جميعا. فلو حصل ويعني لو حصل وأخل بعضهم بنية هذه الصلاة فقد أخلوا ماذا؟ فقد أخلوا بانعقاد صلاة الجمعة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن كل واحد منهم خصوصا إذا كان العدد هو على كما يقال على قدر القدر المتيقن وهو يعني خمسة أشخاص، إذا أخل أحد منهم فقد انخرم ماذا؟ قد انخرم الشرط الذي هو شرط صحة انعقاد صلاة الجمعة. حتى هنا قضية الجمعة لعلها تختلف عن قضية الجماعة. بالنسبة إلى المأموم دوره واضح أن ينوي الائتمام، لأن الائتمام أساسا يكون ماذا؟ يكون عن طريق العلقة التي يحدثها المأموم من خلال نيته، ولا بد أن يقصد هؤلاء أن يأتموا بهذا الشخص. ولكن بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا يحتاج الإنسان الذي يصلي إماما أن ينوي أنه يصلي بالناس إماما، لا يأتي أشخاص يأتمون بشخصين حتى وإن لم يكن يعلم بذلك، وهذا لا يشكل فرقا بالنسبة إلى صلاة الجماعة. ولكن بالنسبة إلى صلاة الجمعة الأمر ليس مختلفا، الأمر ليس كذلك، وإنما هو أمر مختلف. لماذا أمر مختلف؟ لأن صلاة الجماعة يمكن أن تكون كما يقال حادثة بطريق آني، أو حادثة حدوثا كما يقال مفاجئ، أو حادثة حدوثا اتفاقيا، فيأتي إنسان ليرى إنسانا يصلي وهو يعرفه فيصلي خلفه. ليس في هذه الصلاة أمور تتقدم عليها سوى ماذا؟ سوى أن يجد إنسانا فيصلي خلفه. هذا المقدار يمكن أن يحقق صلاة الجماعة. ولذلك يمكن أن تكون الصلاة وتقصر الصلاة ويسلم هذا الإنسان ولا يدري إن كأنه كان إماما لغيره، وليس من حق ماذا؟ وليس من حقه على الناس ألا يصلوا مثلا ألا يصلوا خلفه أو يمنعهم من الصلاة خلفه وما شكل ذلك. ولكن في صلاة الجمعة الأمر مختلف. لماذا مختلف؟ لأنه الصلاة التي يصليها إمام الجمعة لا تكون مباشرة وإنما تكون مسبوقة، فإذا كانت مسبوقة بخطبتين والخطبتان كما يقال بمنزلة الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر، إذن يعني الإمام يعلم بأنه إمام، ليس الأمر كما هو الحال بالنسبة إلى صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة قد يعني لا نقول دائما قد لا يدري الإمام أنه إمام وتنعقد الصلاة وتصح الصلاة. أما هنا في صلاة الجمعة فإن الجزء الأكبر من صلاة الجمعة الذي هو الخطبتان يحدث قبل أن تنعقد الصلاة اللي هي الصلاة العادية، الجزء الأكبر. إذن الارتباط حاصل قبل ماذا؟ الارتباط حاصل قبل أن يحصل نية الائتمام. وعلى هذا سيكون دائما هكذا، لا ليس كما في صلاة الجماعة، سيكون دائما إمام الجمعة عالما بكونه ماذا؟ بكونه إمام، خصوصا على ما يراه يعني الفقهاء من كون الخطيب هو الإمام. لأنه قد يقول بعض أنه من يقول أنه إذا كان الخطيب يعني الذي خطب في الصلاة هو نفسه الشخص الذي سيصلي، بناء على هذا المبنى وهو أن يكون الخطيب
هو نفس الإمام، فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يكون عالما، لأنه سيخطب والخطبة طويلة كما يقال، الخطبتان وقتهما طويل، فالارتباط حاصل قبل أن يحصل ماذا؟ قبل أن تحصل نية الصلاة. إذن فهو عالم بأنه إمام لهؤلاء الأشخاص الذين سيصلون خلفه، الآن استمعوا لخطبته وسيصلون خلفه. لذلك وقع التساؤل بأن الإمام في مثل هذه الحالة لما كان عالما بكونه إمام وليس أمره كإمام الجماعة، باعتبار أن الجماعة يمكن أن تحصل اتفاقا وليس بالضرورة أن يكون المكان خاصا بهم، فقد يصل الناس مثلا في مكان في الشارع في مكان ما فيأتي إنسان ويصلي خلفه، أو حتى في المسجد ربما إنسان يصلي ماذا في المسجد ويصلي إنسان خلفه، فيقولون لما كان إمام الجمعة عالما بكونه إماما لهؤلاء الناس من خلال فعله وخطبته في الخطبتين وهما منزلتان منزلة الركعتين، إذن الارتباط حاصل ومعلوم بالنسبة إليه. على هذا قد يقال إذا كان الأمر كذلك، إذن هل يكون عليه واجب أن ينوي للإمامة؟ لأنه بالنتيجة قلنا المأموم عليه ذلك حتى لا تنخرم الجمعة، هل الإمام عليه ذلك باعتبار أن العلقة حاصلة قبل ماذا؟ قبل علقة النية، لأن الخطبتين قد سبقتا الصلاة. وقع كلام في مثل هذه القضية، قيل نعم كما أشار إلى ذلك بعض الفقهاء. لماذا قالوا نعم؟ قالوا نقول نعم يجب عليه فعل ذلك. لماذا؟ لأن الإمامة لا تحصل إلا بذلك، هذه إمامة كما يقال إمامة خاصة، والإمامة لا تحصل إلا بذلك، وبما أن إمامة إمام الجمعة مختلفة عن إمامة غيره من الأئمة باعتبار أن هناك مقدمات تسبق هذه الحالة حالة الصلاة، فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يكون ماذا؟ يعني لا بد أن ينوي الإمامة، لأن الإمامة لا تتحقق إلا بهذه الكيفية. وقد ذهب إلى ذلك عدد من الفقهاء ومنهم المصنف في عدد من كتبه، هذا التوجه الأول، يقولون يجب على الإمام إمام الجمعة أن ينوي إمامة الجمعة. التوجه الثاني قال لا يجب ذلك. لماذا؟ قالوا لأن حقيقة الإمامة والمأمومية تحصل متى؟ لا تحصل من خلال الإمام، وإنما تحصل ماذا؟ من خلال المأموم. فالإمام إنما يكون إماما متى اقتدي به، ليس متى يعني مثلا كما يقول عرض نفسه للناس إماما، متى اقتدي به صار ماذا؟ صار إماما. فإذا العنصر المقوم لإمامته ليس هو ماذا؟ ليس هو فعله هو، وإنما فعل غيره، فمتى ائتم الغير به وجعله إماما عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يصبح ماذا؟ يصبح إماما. وهذا توجه ذهب إليه عدد من الفقهاء خصوصا المتأخرين كما أشار لذلك عدد. وطبعا البعض يرى ماذا؟ يرى أن هذه قضية احتياطية لا ينبغي ترك الاحتياط يعني فيها. قال وثانيهما الجماعة بأن يأتموا بإمام منهم من هؤلاء العدد الذين أشرنا إليهم كما في الكلام السابق، فلا تصح جماعة، فلا تصح فرادة، يعني فلا تصح صلاة الجمعة فرادة، لأنها صلاة كما أشارت الرواية منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة، فرضها في جماعة، يعني ماذا؟ يعني حقيقتها أنها تصلى جماعة، كيفيتها أنها تصلى جماعة وهي الجمعة. قال وإنما يشترطان في الابتداء، لا في الاستدامة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ربما ينفض العدد، يتفرق العدد، فلو تفرق العدد بعد أن تحصل صلاة الجمعة فهذا لا يمنع من الصحة، فالباقون
حتى وإن أتموا صلاة الجمعة جماعة لا مانع من ذلك. فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن تحصل هذه الصلاة، لأن الشرط موجود في الابتداء. طبعا قد يقال إن مثل هذه الحالة وحالة التفرق غير محددة، فإذا كانت غير محددة فقد يتوقع ماذا؟ قد يتوقع أن أحد المتفرقين هو الإمام نفسه، فقالوا نعم. أما لو حصلت لو حصل التفرق، فإذا كان قد حصل التفرق وكان المتفرق يعني معهم المنفض معهم هو الإمام، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكنه ماذا؟ يمكنه أن ينصبه إماما من بينهم، لأنه بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هذه حالة يمكن أن تصادف صلاة الجمعة كما يمكن أن تصادف حتى صلاة الجماعة. فعندما يقال بأن البعض منهم قد ينفض، إذا انفض البعض منهم فإما أن لا يكون الإمام منهم فيتم الموجودين صلاتهم جماعة، وإما أن يكون واحدا منهم فينصب ماذا؟ فينصب واحدا منهم ليتم ماذا؟ ليتم، باعتبار أن هذا أيضا من الممكن حصوله حتى في صلاة الجماعة. فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك لو لم يكن عندهم بديل، لا بديل حاضر كما لو لم يتفرق الإمام مع المتفرقين، ولا بديل أساسا، بديل أساسا، بديل عن الأصل، بديل عن الإمام، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يتمون صلاتهم ماذا؟ فرادى. فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يمكن أن تصح هذه الصلاة كما يقولون، ولا مشكلة في البين، فيتمون صلاتهم ولا مشكلة في البين، لأنه ماذا؟ لأن هذا الشرط قد تحقق ماذا؟ قد تحقق في الابتداء، فإذا تحقق في الابتداء فلا يضر مثلا عدم بقائه ماذا؟ عدم بقائه في الاستدام. هنا قد يقال أنه الانفضاض هذا أيضا لعله يحتمل فيه احتمالات، لأن الانفضاض هذا يمكن أن يحصل في الصلاة، ويمكن أن يحصل ماذا؟ في أثناء الخطبة أو لا، يمكن أن يحصل ماذا؟ يمكن أن يحصل بعدها وقبل التلبس بالصلاة، لأن الانفضاض هذا أيضا يمكن أن يكون كما أن المنفضين يمكن أن يكونوا أحد المأمومين أو بعض المأمومين، كذلك يمكن أن يكون زمان الانفضاض سابقا للتلبس بالصلاة أو لا أثناء الخطبة أو ما شاكل ذلك، كما لو كان عددهم قليلا فانفض كما يقال فانفض بعضهم. قالوا هنا أما لو حصل الانفضاض قبل التلبس بالصلاة فلا يمكن أن تصح الصلاة، لأن شرط الصلاة أن يكون هناك عدد معتبر، فتسقط الصلاة لعدم تحقق الشرط. ولكن قالوا بأنه لو فرض أن الانفضاض كان ماذا؟ كان اتفاقيا، كما لو كان الانفضاض قليلا ولم يفصل وقت طويل بين انفضاضهم ثم اجتماعهم، أو لا حتى ولو حصل الانفصل الطويل إلا أنه لم يخرج وقت الصلاة، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا مانع من رجوعهم وإقامة يعني الصلاة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هؤلاء يعني قد عادوا وحققوا الشرط، حتى وإن كان الأمر أن يجتمعوا، لا أن ينفض بعضهم. عند ذلك ماذا؟ عند ذلك قالوا بأن الفصل حتى وإن كان طويلا
لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يضر في الصلاة، لكن ماذا؟ بالشرط أن يكون الوقت الوقت باقيا، كما أنه لو حصل الانفضاض بعد التلبس عند ذلك يمكن ماذا؟ إذا كان المنفض شخصا آخر أو أشخاصا آخرين غير الإمام، عند ذلك يمكن للإمام أن يتم هذه الصلاة، لأن الذي هو شرط في تحقق هذه الصلاة قد تحقق عندما بدأ هذا الإمام بالصلاة، وهذا هو العدد المعتبر وقد تحقق، فيمكنه ماذا؟ يمكنه ماذا؟ يمكنه أن يتم الصلاة، لا مشكلة في ذلك. ولكن متى ما كان هناك إدراك لركعة واحدة عن يعني لركعة واحدة من صلاة الجمعة، فلا مانع من كونها جمعة أصلا، باعتبار أنه ربما قالوا بأن الذي يدرك ركعة واحدة منها فقد أدركها، لأنه صلاة الجمعة أساسا هي ركعتان. وماذا يعني هو حال الجمعة لو كان الإمام هو المنفض؟ قالوا بأن إذا حصل الانفضاض وانفض إمام الجمعة فربما قدموا شخصا وأتموا به الصلاة، ولو تعذر عليهم فعل ذلك لكان اللازم عليهم ماذا؟ لكان اللازم عليهم أن يتموا صلاتهم ماذا؟ أن يصموا صلاتهم يعني فرادا. وهنا ماذا؟ هنا قد يقال بأنه ما هو اللازم؟ يعني ما هو الموجب لإتمام مثل هذه الصلاة؟ وباعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا الفعل العبادي فعل عبادي مشروط، ليس فعلا عباديا يعني غير مشروط، مثلا كصلاة الجماعة عندما يحصل خلل فيتم الإنسان. قالوا لأن القضية ماذا؟ لأن القضية أن هذا الفعل العبادي عندما بدأ به هؤلاء المكلفون بدأوا به وقد اعتقد وتوفرت فيه جميع الأمور المعتبرة فيه، وإذن شرط صحته متحقق، وشرط الصحة هذا المتحقق أعطاهم الحق في أن يؤدوا مثل هذه الصلاة. ولما كان هذا الشرط متحققا فشرط الصحة يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون باقيا كما يقولون، باقيا باعتبار أنه شرط ابتداء، فلما كان شرط ابتداء إذن هو باقي، أثره باقي. يضاف إلى ذلك هذا المقدار من كما يقال من إفساد العمل العبادي، لعله لا يقال ماذا؟ لا يقال أن هذا العمل العبادي يمكن أن يقوم الإنسان بفضه أو بإفساده. لماذا؟ لأن شرطا من شرائطه الذي هو ليس شرطا في الاستدامة قد انخرم وقد فقد، فعند ذلك أيضا يدور الأمر ماذا؟ بين هاتين الجهتين، استصحاب لحالة صحة العمل لأن الأمور المعتبرة فيه كانت أمورا معتبرة في ابتداء العمل وقد كانت متوفرة فعلا، وثانيا لأن النصوص واردة في العبادات ناهية عن إفساد العبادة ما لم يكن هناك ماذا؟ ما لم يكن هناك غرض من الأغراض التي يصح فيها ماذا؟ يصح فيها الإفساد أو الإبطال. وهذا المقدار ماذا؟ وهذا المقدار يعني ليس ماذا؟ هذا المقدار لا يعطيهم الحال. فالأحوط في مثل هذه الحالة هو الإكمال، لأن يعني شرط الاجتماع وشرط العدد إنما هو شرط مطلقا، وما دام شرط ابتداء فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون هناك يعني كما يقال إتمام ثم ماذا؟ ثم احتياط، ويحتاط البعض ماذا؟ ويحتاط البعض في يعني في هذه الصلاة لو حصل ماذا؟ لو حصل خلل في هذه القضية في هذا الجانب، فيمكن ماذا؟ يمكن العمل بالاحتياط. العمل بالاحتياط ماذا يقتضي؟ العمل بالاحتياط يقتضي الإكمال وماذا؟ وفعل البدل. هكذا قال: فلو انفض العدد بعد تحريم الإمام أتم الباقون فرادا،
ولو فراض أتم الباقون. هسا هنا أتم الباقون ماذا؟ بأي كيفية؟ حتى ولو كانت الكيفية فرادا، يعني أتم الباقون إما بأن يقدموا واحدا منهم فيتم بهم جماعة، أو إذا تعذر عليهم ذلك فيتمون ماذا؟ فيتمون صلاتهم ماذا؟ فرادا، مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة، لأنه بالنتيجة إذا لم يتمكنوا من فعل ذلك ولم يكن هناك بديل عن هذا الإمام عند ذلك، ماذا؟ عند ذلك شرائط إمام الجماعة أيضا غير متوفرة، فلا يوجد بينهم شخص عادل ليتم به صلاة الصلاة جماعة، فعذلك ماذا؟ فعلى ذلك يعني يتمونها أو يكملون صلاتهم ماذا؟ يكملون صلاتهم فرادا. قال وقبله، قبل ماذا؟ قبل تكبيرة الإحرام. قال وقبله تسقط، تسقط ماذا؟ تسقط، لأن صلاة الجمعة شرطها ماذا؟ العدد والاجتماع، فإذا انخرم قبل التلبس بالصلاة يعني بالفعل العبادي المعهود يسقط الصلاة لانتفاء ماذا؟ لانتفاء شرط وجوبها، يسقط وجوب الصلاة لانتفاء شرط وجوبها. ماذا لو أنهم عادوا انفضوا ثم عادوا؟ قالوا لا مانع في مثل هذه الحالة، فلو تفرق العدد في حال الخطبة وعادوا في نفس الحال ولكنهم ماذا؟ ولكنهم لم يلتفتوا إلى أو لم يستمعوا إلى القضايا التي يعبر عنها بالأركان في الخطبة، وهي الحمد والصلاة أو غيرهما، يلزم هنا بعد عندما يعودون ماذا على الإمام؟ على الإمام أن يعيد ماذا؟ على الإمام أن يعيد لهم ماذا؟ أن يعيد لهم هذه الأركان حتى تصح الجمعة، يعيد لهم الأركان مرة أخرى. قال وقبله تسقط، ومع العود في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركانها، لأنه بالنتيجة هنا ماذا؟ بالنتيجة هنا هؤلاء تفرقوا ولم يستمعوا إلى أركان الخطبة، وهي الحمد والصلاة وما شاق والثناء، وهذه أمور لا بد ماذا؟ لا بد أن تكون موجودة في الخطبة. إذا عادوا فعلى الإمام أن يعيد لهم، كيف يتداركون ما فات من أركانها؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق إعادة الإمام لتلك الأركان، فيستمعون لها ثم ماذا؟ ثم يتمون الجمعة ولا مشكلة في البين. قال وقبله تسقط، ومع العود في أثناء الخطبة يعاد ما فات من أركانها. ثم أشار إلى ماذا؟ إلى قضية الإسقاط، باعتبار أن صلاة الجمعة ليست واجبة على جميع المكلفين، وإذا كانت واجبة على المكلفين فليس جميع المكلفين مسؤولين عنها، وإنما يوجد من هنا من هو مسؤول ويوجد من ليس عليه مسؤولية بهم، وهذه الأصناف قد أشير إليها سابقا في بيان الشرط الأول. وأول الأشخاص الذين أشار إلى عدم كونهم مسؤولين عن هذه الصلاة هي المرأة، لأنه كما ورد أنها يشترط في المكلفين أن يكونوا ذكورا، كما يشترط في المكلفين أن يكونوا أحرارا، فلذلك لا تجب صلاة الجمعة على العبد، كما يشترط في المكلفين بصلاة الجمعة أن يكونوا مقيمين أي حاضرين، وإذن على هذا لا يكون الشخص المسافر مطالبا بأداء صلاة أو بالحضور إلى صلاة الجمعة، وهكذا أن لا يكون الشخص كبيرا، وكما عبر ذلك الهم يعني الشخص الكبير الذي يكون عليه مشقة كبيرة لو أراد ماذا؟ لو أراد الحضور. كذلك الإنسان الذي قد أصيب بمرض العمى، فإن هذا الإنسان حتى وإن وجد من يأخذه ويعيده، هذا الإنسان قد سقط عنه ماذا؟ قد سقط عنه وجوب حضور صلاة الجمعة. وهكذا الشخص الذي عنده حالة عرج، ولكنها حالة عرج وصلت إلى حد الإقعاد، باعتبار أن هذا العنوان بهذه الكيفية ليس له ماذا؟ ليس له ذكر في النصوص، ولكنه إذا وصلت حالة عرجه إلى حد الإقعاد فقد ينطبق عليه ما هو وارد في النصوص
باعتبار أن النصوص أشارت إلى ماذا؟ أشارت إلى المرض. فإذا وصل الإقعاء وصل عفوا عرجه إلى حد الإقعاد فهو ينطبق عليه ماذا؟ ينطبق عليه عنوان يعني المرض. وهكذا الأشخاص الذين يشق عليهم يعني المجيء بسبب ماذا؟ بسبب بعد المسافة، بأن تكون المسافة الفاصلة بينهم وبين صلاة الجمعة أزيد من ماذا؟ أزيد من فرسخين كما أشرنا إلى ذلك. هذا كل ما أشاره في هذه القضية. قال وتسقط الجمعة عن المرأة باعتبار لا يجب على المرأة أن تحضر لصلاة الجمعة، ولكن لو فرضنا أن صلاة الجمعة تم عددها هل يؤثر حضور الجمعة المرأة في صلاة يعني في صلاة الجمعة لو جاءت بعد تمام العدد؟ لا مانع من ذلك، ولكنها بالرغم من كونها مكلفة إلا أنها بما أنها ليست مكلفة بصلاة الجمعة فلو تكلفت حضور صلاة الجمعة هي كلفت نفسها بالحضور فهي لا تتم عددين، لأن العدد الذي اعتبر هو عدد ماذا؟ عدد مشروط بال كما يقال بالذكورية. قال والخنثى أيضا للشك في ذكوريته التي هي شرط الوجوب، لعله يقال هكذا المرأة والخنثى، ولعل البعض ماذا قد يقال أنه لا الذي خرج هو عنوان المرأة لم يشر في العناوين من يكون من تكون ذكوريته غير ثابتة فهو غير مكلف، وإنما الذي تكون أنوثيته ثابتة، فإذا كانت ذكورية الخنثى غير ثابتة فأيضا أنوثيتها غير ثابتة. الذي الحالة الطبيعية في صلاة الجمعة أن يكون الجميع مطالبا بها، ما لم يكن أحد المطالبين بها خارجا بعنوان جزمي، وهذا العنوان الجزمي ينطبق على من ثبتت أنوثيته لا على من بقيت أنوثيته بين الثبوت والعدم. فإذا كانت الذكورية ليست بثابتة فأيضا الأنوثية ليست بثابتة، فنقول المقدار يعني كما يقال إسقاط وجوب الجمعة عن بعض الأصناف خروج عن الأصل، ولا بد ماذا؟ ولا بد في الخروج عن الأصل أن يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن في مثل هذه الحالة هو من؟ هو الإنسان الذي ثبتت أنوثيته، لا الإنسان الذي لا ندري إن كان ذكرا أو أنثى. هكذا قد يقال. ثم بقية الحديث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.